10 يوم في الدار بالماسك ديالكم باش ما يجيش شي حد عاوتاني تهزوا شي مرض اخر، لان راه حنا باقي الناس حنا مرض حتى الشركه ديالنا تبقات معنا حتى هي نتاك ما رقم مال ديهم ما كاين مشكل حنا بغيناكم. السلام عليكم، عندي معكم واحد الاستجواب ممكن؟ ممكن. اذا اولا كنهنيكم على انكم تشافيتوا وترجعوا لديركم سالمين، يعني وبعد ما دوزتوا يعني واحد الفتره في المستشفى، يمكن تقول لنا على التجربه والظروف اللي عشتوها كيفاش عشتوها؟ الدكاتره اللي هنايا كنشكروا الدكتور شوقي مدام سناء، كنشكروها بزاف بلال اللي كيتسخر علينا الله يرحم والديه كثر خير وخليفه ليه، هادشي اللي كنشكروا يعني الطاقم الطبي كامل، وكنشكر الشركه ديالي اللي وقفت معنا ووازاتنا فهمتي، وما شنقول لك هادشي اللي غادي يقولوا لكم. والظروف اللي تقصدي فيها انت، واش عندك شي علم بها ولا مازال ما عرفتيش الظروف اللي كيفاش؟ سبحانه وتعالى حتى واحد ما عرف الظروف اللي حنا تقصنا بها، ما عرفناش واش في الظروف ولا في الشركه الله اعلم، ما لحد الان ما فهمناش من تقاتنا، ولكن حنا ما كنخرجوش الزنقه يعني من الشركه للدار ومن الدار للشركه، يعني ما كنخرجوش على الزنقه. نعم، وعانيتوا مع هذا المرض داخل المستشفى، شنو هي المعاناه اللي عشتوها؟ يعني انتم مع راسكم يعني صعيب هذا المرض هذا يعني انتم؟ الحمد لله مزيان الحمد لله، ما نمشوش الخير يعني الحمد لله الشكر لله. شنو يمكن تقول للناس اللي كيستهانوا بهذا المرض ديال وباء كورونا وما كي يعني ما كيحترموش الحظر الصحي ديالهم ويعملوا الكمامات ديالهم ويغسلوا يداهم ماء الصابون وما يخرجوش الزنقه وما يتلاقوش مع البشر بزاف، هادشي اللي كنتمنى من عند الناس اي واحد الاحتياطات ديالو، هادشي اللي كنتمنى من عند الله. شكرا شكرا شكرا. كلمة كنشكر الطاقم الطبي كامل اللي سهر على معاناتنا وسهر على وصبروا معانا وتعاملوا معانا، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف، والشركة ديالنا توقفت معانا وفي أزمتنا وحنايا شكرا الله، كنطلب من الله يشافي لي عائلتي حتى هي. نعم، انت فين تقصدي يعني ما عندكش فكرة؟ ما عرفتيش فين تقصدي؟ لا. يعني كيفاش عشتي هذه التجربة داخل يعني تجربة المرض داخل المستشفى، يعني كيفاش عانيتي بزاف يعني؟ الحمد لله شوية ماشي الأطباء كانوا كيساندونا الحمد لله ماشي. دابا شحال دوزتوا دابا في فترة الحظر الصحي شحال دوزتوا؟ 20 يوم اليوم. دوزتوا 20 يوم. وكنهنيكم على الشفاء ديالكم. شكرا. ورجعتوا سالمين، هذا هو المهم. الله يرحم والديك. وهذه التجربة يعني كيعيشها الإنسان في الحياة ديالو كتفوتوا، المهم هذا هو الأهم هو أن الإنسان كيتشافى. تفضل تفضل. شكرا دكتور. ما يحتاجش زعما خلي راه عيانين.